النهارده في حلقه جديده هنا في ستيبلر رياكشن على هوم سينما. ده هيكون اخر فيلم هنعمل له تريلر رياكشن معانا النهارده، وهغير التيشيرت ما تقلقوش. انا عملت كل تريلر رياكشنز كلهم ورا بعض، فكسلت بصراحه ان انا اقعد اغير التيشيرتات يعني عشان افرق ما بين الحلقات، فقلت اخد التريلرز كلها ورا بعض اللي كانت فاتتني الفتره اللي فاتت. التريلر اللي احنا هنعمله رياكشن النهارده هو فيلم اسمه موسى. التريلر ده تقريبا نزل بقاله اسبوع او اكتر من اسبوع، بس والله لسه لحد دلوقتي ما شفتهوش. وحرفيا انا متحمس ان انا اتفرج على اخيرا على حاجه عربي، وسمعت ان هو هيبقى جامد، يعني ان هو فيلم هينزل. واللي صدمني اكتر ان هيبقى بطل الفيلم هو كريم محمود عبد العزيز، والمخرج وتاليف واخراج بيتر ميمي. وفكره ان هم يجيبوا كريم محمود عبد العزيز هو بطل الفيلم، فده حاجه غريبه جدا، وبصراحه مجازفه كبيره من صناع العمل او من بيتر ميمي اللي تم اختيار كريم محمود عبد العزيز في فيلم. الفكره بصراحه صايعه، وعمري ما توقعت ان ممكن كريم محمود عبد العزيز يطلع في دور بطوله، على الرغم من ان تمثيله حلو بس مش دور بطولي. يعني انا صراحه كريم محمود عبد العزيز ما بيعجبنيش افلامه اللي كان بيعملها، يعني عمل افلام كتيره جدا زي اطلعوا لي بره اللي كان عمله قبل كده مع خالد الصاوي، بصراحه الفيلم ما كانش حلو. وكان عامل قبل كده برضو فيلم اسمه عش البلبل، تقريبا كان مع محمود الليسي ومحمود الليسي سعد الصغير، حاجه من الاثنين. يعني نوعيه الافلام دي انا ما كنتش بحبها، على الرغم ان الفيلم كان نجح تقريبا، كان الفيلم كان كسر 10 مليون. وكان عامل عمر وسلوى برضو ما بحبوش، وكان عامل جواز اميري برضو ما بحبوش. ممكن هاتولي راجل كان بيضحك شويه، كان دوره كان صغير قوي. فيلم حصل خير برضو ما كنتش بحبه. ساعه ونص كان فيلم حلو، انا بحب قوي الفيلم ده على فكره، كان ثلاثيه بتاعت كباريه وفرح وساعه ونص. عجبني تمثيل كريم محمود عبد العزيز فيه، بس يعني تقريبا دي كانت الافلام اللي هو كان طالع فيها، بس معظم الافلام بصراحه ما كانتش حلوه. عمل دور ضيف شرف السنه اللي فاتت في رمضان اللي فات بتاع الاختيار، كان تقريبا كان طالع اول حلقه، وبصراحه كان مشهد مؤثر جدا 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 وعجبني قوي، وزعلت ان دوره كان خلص، ان هو كان طالع يا دوب مشهد وخلاص. افضل دور تقريبا هو حرفيا عمله في حياته هو دور لطفي الحراق في مسلسل هوجن. يعني انا شايف دوره في مسلسل هوجن كان احسن بكتير من دور محمد امام في المسلسل وصباح الضحك. يعني انا ممكن اتفرج على هوجن تاني عشان خاطر لطفي الحراق مش اكتر. يعني معانا فيلم موسى، هو هيبقى البطل، وهيبقى معانا كمان اياد نصار، وهيبقى فيه احمد مالك وساره الشيمي وعمر الشناوي، وهيبقى معانا الكاست ليست قدامي، وهيبقى فيه كمان صبري فواز ومحمد لطفي وصلاح عبد الله واسماء ابو اليزيد ومحمود حافظ، يعني فيه برضو كاست كبير. يعني متحمس جدا ان انا اشوف التريلر. هو المفروض الفيلم هينزل السنه الجايه في 2021، ومبسوط قوي ان الافلام المصريه ابتدت تاخد، يعني زي ما تقول كده، ابتدت تاخد مسار ان هي تبقى افلام حلوه. يعني ده بجد شيء بسطني جدا، يعني في افلام كتيره قوي هتنزل الفتره اللي جايه عربي هتبقى تقيله. يعني هيبقى في الفيلم ده موسى، لسه هنشوف التريلر بتاعه اللي سمعت ان هيبقى حلو، وكيرا والجن والبعض لا يذهب المأذون مرتين، والفيل الازرق 3، ولاد رزق 3، والشايب بتاع اسر ياسين السبين اوف بتاع ولاد رزق، وفي فيلم اسمه قمر 14. هيبقى فيه ممثلين كتيره جدا، في منهم مالك وشيرين رضا ومحمد ممدوح، معرفش الفول كاست ليست هيبقى مين. وفي كمان فيلم لاحمد الفيشاوي اشباح اوروبا بتاع، هيبقى معاها خاطر وهيفاء وهبي، وفي فيلم تاني برضو لاحمد الفيشاوي هينزل، مش مع الاسف مش متذكر الاسم دلوقتي. وفي كيرة والجن طبعا من اكتر الافلام اللي انا فعليا بجد منتظرها السنه اللي جايه. احمد عز وكريم عبد العزيز هيبقى مع بعض، وفي كمان العارف عوده يونس احمد عز واحمد فهمي. فلا في افلام عربي كتيره جدا بصراحه داخل علينا جامد، يعني الواحد فعلا بجد متحمس ان هو يشوفها. معانا التريلر النهارده بتاع فيلم موسى بتاع كريم محمود عبد العزيز، تاليفه واخراج بيتر ميمي. طبعا هو تيزر مش تريلر لان هو مدته صغيره. طبعا كالعاده ما اشوفش التيزر ولا مره، هشوفه معاكم دلوقتي لاول مره. يلا بينا. النهارده يوم حزين على البلد، يوم الناس هتفتكره. العالم القديم لازم ينتهي. انك هتغير الكون. امال مين اللي هيغيره؟ هو تيزر صغير قوي، يعني ما لحقناش نشوف اي حاجه ولا نشوف ديتيلز ولا نشوف اي حاجه. ف يعني كنت اتمنى ان هو يبقى تريلر، يعني كنت اتمنى اشوف اكتر من كده، يعني مش عارف. وبرده
مش عايز ادي هاي اكسبكتيشن للفيلم، اللي انا زي ما انتوا عارفين انا بطلت ادي هاي اكسبكتيشن سواء افلام عربي او افلام انجليش. مش عارف هيكون حلو ولا وحش بصراحه، لان احنا ما شفناش حاجه فمش هقدر احكم. بس الموضوع متاخد اكتر اللي هو ساينس فيكشن، يعني هيبقى الفيلم هيبقى ساينس فيكشن، ومش عايز احكم برضو على الفيلم واقول ان هو ممكن يكون متاخد من ترمينيتر او من توتال ريكول او حاجات اللي هي تبع ستار وورز، الحاجات الساينس فيكشن اللي بتتعمل بره، فهنا احنا بنقتبسها يعني. فمش حابب ان انا اقول الكلام ده كله، هشوف الاول التريلر اللي هو التريلر الرسمي بتاع الفيلم اللي لسه ما نزلش، وبعد كده هحكم على الفيلم. زي ما انتم عارفين الفيلم كان المفروض ينزل 2020 بس طبعا اتاجل السنه الجايه، فهينزل ان شاء الله باذن الله في 2021. لسه مش عارفين هل في عيد الفطر او في عيد الاضحى او في الصيف او في اجازه نص السنه او في شم النسيم، لسه مش عارفين اي حاجه. وفي بيتر ميمي برضو بيحضر فيلم تاني اللي هو اسمه بطل روما، ده هيبقى فيه معاه امير كرارة، هو هيبقى بطل الفيلم وهيبقى من تاليف محمود البزاوي، دي برضو حاجه غريبه قوي يعني. وفي برضو مسلسل هيتعمل اللي هو برضو هيبقى امير كرارة، المسلسل اللي هو هيبقى اسمه حرب طواده، تقريبا هيبقى 10 حلقات، هيبقى معاه نور وهيبقى معاه مين تاني، عباس ابو الحسن على ما اعتقد. وفي كمان الاختيار 2 بيتر ميمي، بس مش هيبقى قراره، هيبقى كريم عبد العزيز، وهيبقى فيه ميكي، فده برضو انا منتظره جدا الاختيار الجزء الثاني اكتر من الجزء الاولاني بكتير قوي يعني. نسبه ترقبي للفيلم ده بصراحه مش عارف ادي نسبه ترقب، يعني ممكن، يعني مش عارف، ممكن اقول 6/10 نسبه ترقبي للفيلم ده، لان انا ده تيزر، ما يعني ما شفناش حاجه غير حاجات بسيطه قوي يعني. اياد نصار ظهر وكريم محمود عبد العزيز هو اللي ظهر وقال ان هو هل انت اللي هتغير العالم، قال له امال مين، فانا مش عارف يعني ترمينيتر قوي. بس خلينا يعني خلينا ورا التريلر لما نشوفه اكتر، وبعد كده هنتكلم اكتر لما نشوف الاوفيشال تريلر لما ينزل، ومتحمس ان انا اشوف الاوفيشال تريلر والحاجات بقى الساينس فيكشن اللي احنا شفناها في مسلسل النهايه بتاع يوسف الشريف، فيمكن ده برضه هيبقى حاجه كويسه يعني، ان احنا اخيرا ان احنا نشوفه عمل مصري حاجه شبه كده يعني ساينس فيكشن يعني. بس ما عنديش اي حاجه تانية اقولها عن مع الاسف التيزر، كنت اتمنى ان انا اشوف اكتر التيزر للفيلم ده، بس ما عنديش اي حاجه تانية اقولها عن الفيلم موسى. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم، ان شاء الله اشوفكم في فيديوهات تانية قريب. ما تنسوش تعملوا لي سبسكرايب ولايك وشير لو الحلقه عجبتكم، وما تنسوش برضو تعملوا لي سبسكرايب للشانل التانية اللي اسمها هوم الون، هسيب لكم اللينك بتاعها في الديسكربشن، ولو حابين تدعموا القناه ماديا على باتريون وباي بال هسيب لكم اللينك بتاعهم في الديسكربشن. وباي باي.